قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا هو الصنف الأول. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق، يعني هذا الدين الحق والتوحيد هو الطريق الصواب وهذا هو الصحيح، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق لكن لا نقدر أن نفعله، لكن هذا خلاف لما عشناه وخلاف لما ألفناه، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. لو فعلنا هذا لا نبذنا الناس، ولو اتبعناكم لا عادانا الناس، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه ومدخله ونبوته وسيرته وكونه على الحق، لكنهم جحدوا ذلك. لذلك قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون من تكذيب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكون الرجل يصدق ويعرف هذا كان موجودا في الكفار، مثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغ من التصديق والمعرفة اللغوية مبلغا، ولكنه لم يعمل ولم يذعن ولم ينقد فكان مشركا. فلذلك لما حضرته الوفاة قال هو على ملة عبد المطلب، وقد صدق، فإن الملة هي العمل والطاعة والاتباع.